يعني إيه؟ في الأول كان في آدم وحواء، وبعدين في رجال الله القديسين، في نوح، وبعدين في إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كل ده ما كانش فيه كنيسة. أول كنيسة اتعملت كانت إيه؟ خيمة الاجتماع، مش كده؟ يعني عدى سنين طويلة خالص ما كانش فيه كنيسة. أمال مين اللي كان بيقوم بالدور بتاع الكنيسة؟ العيلة، الزوج والزوجة اللي ربنا كان يأتمنهم على عمل اللي هم المفروض الكنيسة بتقوم بيه. سمعنا في العهد الجديد كذا مرة بولس الرسول يسلم على حد ويقول له سلم على الكنيسة اللي في بيتك، سلم على الكنيسة اللي في بيتك. يعني ايه البيت يبقى كنيسة؟ ده اللي احنا الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، واحنا عايزين كده ايه نحفظ مع بعض كلمتين كده تبقى في ودنا، عشان كل واحد فينا امام الله يبقى فاهم مسؤوليته ودوره. لو هو عضو في كنيسة معنى عضو في بيت، معنى كده هو عضو في كنيسة. الله عمل الزيجة عشان يعمل كنايس صغيرة. كل بيت فينا عبارة عن جزء من الكنيسة الأم دي. عشان كده ضربة الكنيسة بتيجي فين؟ في الأسرة. لما الأسرة تضعف والبيت يفقد دوره ككنيسة، تبتدي الكنيسة الكبيرة تنحل. دي حاجة مش عايزينها إن هي تحصل أبداً، ربنا ما يسمحش بيها. إيه اللي بيميز الكنيسة؟ بيميز الكنيسة حاجتين: دور الكنيسة، مجتمع الكنيسة. إيه اللي يقول إن المكان ده اسمه كنيسة؟ إنه له دور بيعمله. الدور ده بتاع الكنيسة ده هنلخصه في أربع نقط كده، وهفضل عيدهم وكررهم ومعاه يعني أنتوا كده بنعمة ربنا نحفظهم مع بعض. الدور بتاع الكنيسة أربع حاجات. أول حاجة حفظ الإيمان. حفظ الإيمان بتاعنا، صح؟ الحاجة الثانية دور الكنيسة إنه يبقى كنيسة مكان للعبادة. تخيل دخلنا الكنيسة يوم الأحد بعد الشر وقالوا ما فيش قداس، لغينا القداديس، هنا القاعة بقى فيها اجتماعات وما عندناش قداديس، أصبحت الكنيسة مش كنيسة. كنيسة عشان تبقى كنيسة لازم يبقى فيها عبادة. ثالث حاجة عمل الكنيسة إن هو يبقى فيه كرازة. كرازة يعني إيه؟ يعني بتطلع الكنيسة تقول للناس بره تعالوا اصطلحوا مع المسيح، مش كده؟ ده جزء من عمل الكنيسة. الجزء الرابع للكنيسة أو الدور الرابع للكنيسة هو الرعاية. كنيسة بتعتني بولادها، مش مجرد اعتناء روحي ولكن اعتناء على كل مستوى. يبقى عشان المكان يتسمى كنيسة لازم يبقى له الدور ده، الأربع أدوار دول. نقولهم مع بعض تاني، نقولهم مع بعض تاني. أول حاجة حفظ الإيمان، تاني حاجة العبادة، ثالث حاجة الكرازة، رابع حاجة الرعاية. تقدروا تقولهم لوحدكم؟ يلا. أول دور للكنيسة حفظ الإيمان، تاني حاجة العبادة، تالت حاجة كرازة، رابع حاجة الرعاية. نقولهم بالتفصيل كده عشان الكلام ده هينطبق على بيوتنا بالظبط، أو المفروض ينطبق على بيوتنا بالظبط. إمتى البيت يبقى يفرح قلب ربنا؟ إمتى البيت يبقى عامل شغله صح؟ يبقى المكان ده زي ما ربنا فكر فيه لما يعمل الأدوار دي ويتحول إلى كنيسة صغيرة. أول حاجة حفظ الإيمان. يعني إيه حفظ الإيمان؟ أفتكر مرة كده كنت يعني بتناقش مع أولادي وكده، وبعدين قعدنا نفكر كده، مين أول واحد تحب تشوفه في السماء؟ طبعا بعد السيد المسيح يعني. طبعا إحنا بنقعد نفكر في السماء شكلها عامل إزاي. الحقيقة أحبائي أنا أول واحد عايز أشوفه في السماء بعد السيد المسيح هو جدي، اللي هو معرفش هو فين بالظبط، اللي فكر وتحول من الوثنية وبقى مسيحي. الراجل ده يعني لما أشوفه في السماء أوطي على إيده وعلى رجله ويعني أقبلها. ليه؟ لأن الراجل ده بسببه، لأنه خد خطوة ممكن تكون في الوقت ده مخاطرة بحياته. الخطوة دي نتج عنها إن كل ولاده بعد كده يورثوا إيمان وإحنا نتولد فيه. في أهالينا ناس ما عرفوش يدفعوا الجزية ووافقوا ان هم يموتوا وما يغيروش ايمانهم. عشان تعرفوا قيمة الايمان ده، تخيل نفسك انت النهاردة اتولدت مثلا في بلد ما فيش فيها مسيحية خالص، بعد الشر كده لقيت نفسك مولود مثلا في يعني جدك مثلا في باكستان ولا افغانستان، ولا بعد الشر كبرنا كده لقينا نفسنا اتولدنا في داعش مثلا. حاجة مرعبة، مش كده؟ عشان كده الايمان اللي وصل لنا النهاردة ده
ده مش موضوع كده موضوع الكنيسة بس تحافظ عليه وخلاص. لا، ده كان في وقت من الأوقات الكنيسة مش مسموح لها تصلي والكنيسة مقفولة، واللي حافظ الإيمان مين؟ الأسرة، العيلة. في روسيا لما قامت الثورة الشيوعية منعوا الناس ان هم يصلوا، محدش يصلي، فيش كنائس، كنائس مقفولة، وقعدت مقفولة سنين. ايه اللي حافظ الإيمان في روسيا لغاية النهاردة؟ الأسرة. يبقى حفظ الإيمان ده دور البيت قبل ما يبقى دور الكنيسة. اوعى تفتكر ان الموضوع ينتهي عند اصل انا جبت العيال مدرس الاحد وخلاص بقى الكنيسة تقوم بواجبها، انا مال. لا لا، ده دورك انت واحد واثنين وثلاثة، وبعدين الكنيسة تكمل الدور بتاعك. يعني ايه حفظ الإيمان؟ بصوا يا احباء، الإيمان له شقين، عقيدة كفكر، وفي نفس الوقت عقيدة معاشة. خلينا مع بعض كده عشان يعني الكلام ده نفتكره ونحفظه. الإيمان يعني عندك معتقد بتأمن بيه، ومعتقد هو نفسه بتعيشه. عشان تحفظ الإيمان لازم تحفظ الاثنين. طيب إزاي نحفظ الإيمان كمعتقد، وإزاي نحفظ الإيمان كعقيدة بنعيشها؟ أول حاجة أنك تعتز بالإيمان بتاعك، تشعر بقيمته، تفتخر بيه. أنا الحقيقة بحزن لما يجي حد نتكلم في مناقشة كده والناس تقعد يعني تلاقي فرصة للتريقة على الكنيسة والإيمان، وإحنا أصلنا بنعمل وبنسوي والكلام ده نقول قدام ولادنا يعني، ونفضل نضحك ونهزر ونسخر من الإيمان بتاعنا، مش عارفين إيه اللي بيحصل. أنا بزرع في نفس ابني إحساس إن الإيمان بتاعه ده إيمان رخيص، حاجة مش مهمة يعني، ده حاجة احنا بنتريق عليها وبنضحك عليها. تفتكروا واحد بالشكل ده اتزرعت فيه الروح دي هيحتفظ بالإيمان ده قد ايه؟ هيبيعه مع اول واحد او اي حد يقول له تعالى اتجوزك وغير الإيمان بتاعك بمنتهى السهولة كده. يبقى اول حاجة عشان احفظ الإيمان، اولا لازم ابقى اعتز بيه، ابقى انا فخور ان انا مسيحي ارثوذكسي، عندي عقيدة الكنيسة سلمتها لي ورستها من ابائي. حاجة تانية ان انا ابقى فاهمها. احنا بنتعمد ليه؟ انا دلوقتي لما بيجي حد يتعمد بسأله احنا بنتعمد ليه؟ وبحزن وللأسف ده بيتكرر لما الناس يقولك مش عارفين، او اهو احنا تعودنا على كده. مفيش حاجة اسمها يعني تعودنا على كده، ده ايمان. ده المعمودية دي بيقول عليها سيد المسيح الانسان ما قدرش يخش السماء ان لم يولد من الماء والروح. على الاقل افهم احنا بنعمل كده ليه. بس اللي بيحصل ايه بقى؟ اغلب الاسرار بتاعتنا بتبقى ازاي؟ المعمودية كل المركزين عليه الصور، ومين هيصور مين، والعيل هياخد الصورة ازاي، واللبس الابيض والزفة. في الفرح مش مهم العقيدة، المهم ايه؟ هو الريسبشن فين والدنيا ماشية ازاي، واخر حاجة في الاخر نفكر فيها هو هيحصل ايه في الاكليل. اخلص حتى ابونا واقف يصلي هنا بيبقى المنظر عامل ازاي؟ العروسة والعريس عمالين ايه بيبصوا للمعازيم وبيضحكوا والناس بتضحكوا، والعريس لما يلبس الروب كده يعني ابتسام على وشه، ومش واخد باله ان هو بيؤتمن على ايمان بيته بقى. الكاهن لبس الروب ده عشان يبقى قسيس بتاع البيت، بس هو بقى يعني بيبص لخطيبته بقى كده شوف شكله حلو ازاي وهو لابس الروب، حاجه جميله. يبقى لازم ابقى فاهم الايمان عشان اعرف اسلمه لحد. الحاجات البسيطه يا جماعه، احنا مش بنتكلم على ان احنا نبقى لاهوتيين يعني، بس على الاقل فاهم. هقول لاولادي ايه يعني لما جه النهارده عيد التجلي، النهاردة عيد الظهور الإلهي، يعني إيه عيد الظهور؟ عيد الغطاس ده يعني إيه؟ الدنيا ماشية إزاي يعني؟ عشان أصل العقيدة في الأسرة لازم إن أنا شارك فيها. لما نقرأ في العهد الجديد نشوف السيد المسيح في كل عيد نلاقيه يطلع عشان يشترك في العيد ده. يا رب ده أنت صاحب العيد كله. يقولك عيد المظال طلع اشترك فيه، عيد مش عارف الفصح عدوا ليه الفصح. يبقى لما يجي العيد لازم على الأقل إن أنا أشترك فيه، واشتراكي فيه ان انا مشترك مع الكنيسه. باجي كنيستي النهارده عشان نحتفل بالعيد، عشان احنا عندنا النهارده في موضوع مناسبه. فلما يجي ابني كده وانا ماسكه في ايدي، احنا رايحين الكنيسه ليه النهارده يا ماما؟ فماما تشرح احنا النهارده عندنا عيد كذا حبيبي، العيد ده معناه كذا وكذا وكذا. هي دي العقيده اللي بنحفظها وبنسلمها للولاد. ما يبقاش الموضوع كله هو اللبس الجديد في العيد، والنهارده خلاص بقى يا جماعه مستنيين العيد عشان النهارده بالليل هناكل بقى الفته. مش هو ده الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي هي المناسبة، احنا جايين الكنيسة ليه؟ احنا هنعمل ايه النهاردة؟
عشان العقيدة دي تفضل والإيمان ده يفضل في البيت، لازم الكنيسة توقر في قلوب وعقول ولادنا. كنيسة ليها احترام، ببيتك يا رب تليق القداسة. أحيانا الكنيسة تبقى مشاع، يعني تعمل فيها حاجات كده ما بتتعملش غير في الشارع بس، اللي بيجري واللي بيرمي حاجة واللي ما فيش أي حد بيلتزم بأي حاجة، وفي الآخر دي كنيسة بقى، يعني احنا خلينا ناخد راحتنا شوي. مع ان ولادنا فاهمين كويس انه في المدرسة ما قدرش يعمل كده، وانت عارف كويس ان انت في الشارع ما قدرش تعمل كده. طب اشمعنى بيت ربنا يبقى ملوش توقير، ملوش هيبة؟ الحقيقة كل ده عارفين اللي بيحصل ايه في الآخر؟ اقول لكم، ولادنا يخشوا الكنائس بتاعتنا الارثوذكسية بتاعت ابائهم، لكن كنيستنا دايما ايه؟ لخبطة، مش نظيفة، اي حاجة. لكن يخشوا الكنائس الطوائف التانية يقول لك ترمي الابرة ترن في الارض، ويبقى هو نفسه اللي ملخبط الكنيسة وبيعمل هو عايزه هنا، يروح هناك يمشي زي الالف ويوقر الكنيسة اللي هناك. طب ليه نعمل كده؟ يا دي مش كنيستنا، مش دي امنا، مش الايمان بتاعها ده وشكلها وطريقتها وعاداتها دي حفظت لنا الايمان 2000 سنة. مسؤولية كل واحد فينا هو داخل الكنيسة يقول لابنه دي الكنيسة، بنقعد فيها ساكتين، محدش بيجري، في وقت لكل حاجة، ربنا حاضر في المكان ده. جزء من حفظ الإيمان توقير الكنيسة. من حفظ الإيمان أيضا إن أنا أثبت على المبادئ الإيمانية، ما يبقاش إيه أهو معاهم معاهم وعليهم عليهم. يعني إيه؟ بنتناول يقول لك آه مناولة حلوة، بس من غير مناولة يقول لك يعني هي الناس اللي مش بتتناول تخش السماء. طب أنت بتتناول ليه بقى؟ يقول لك أصل إحنا تعودنا على كده، يعني مجرد موضوع تعود بس. هي الموضوع بس ان احنا يعني ايه اتفقنا على حاجة كده فاحنا بنعملها، لكن هي الحقيقة ملهاش قيمة لان هي مش ضرورية للخلاص. كلام ده احباء في الاخر بيوصل اولادنا رسالة بتقوله اللي احنا بنعمله ده اسمه الطريقة المصرية للعبادة، مش طريقة ربنا، دي الطريقة المصرية. لكن يا حبيبي كله صح، ما بقاش في عقيدة بقى خلاص. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ايه لأهل أفسس، يقول لا كي لا نكون فيما بعد أطفال مضطرين محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال. ما يبقاش في ذهننا في العقيدة نتعامل معها زي الأطفال. يبقى احنا قلنا أول دور للكنيسة هو حفظ الإيمان، والإيمان يعني في عقيدة، والعقيدة أول حاجة فيها معتقد فهم، والحاجة الثانية عقيدة معاشة. يعني ايه عقيدة معاشة؟ احنا نؤمن ان الهنا ثالوث. طب وبعدين يعني الاله الثالوث ده معناه ايه؟ ان انا اعرف اعيش الوحدانية مع اخواتي. مش الثالوث ده واحد؟ طيب لو احنا مش قادرين نعيش في وحدانية مع الناس اللي حوالينا، مش عارف اعيش في وحدانية مع اهلي، خناقات وامصات وزعل، طب انا ايماني بالثالوث ده انعكس عليا ازاي؟ اولادنا بيوصلنا ان احنا بنتكلم بس، وطول النهار عمالين نتكلم في العقيدة، وفي الاخر ما بنعيش حاجة. فيقولك الكلام ده كله ايه؟ تمثيل، اهو كلام كده، اهو كلام وش. لو انا اؤمن ان الله جه وتنازل واتضع عشان يفدين، يبقى بعد كده لو انا الايمان ده حقيقي في حياتي يحصل ايه؟ يبقى سهل علي ان انا اتنازل، ان انا ضحي، ان انا اخدم، ان انا اغسل رجلين للناس. لو انا ما اقدرش اعمل كده واقعد اقول وانا مش عارف هم اللي يقولي انا ما اروح لهمش، طب اذا وانت ايمانك ان الهك عمل كده وانت مش عايشه، يبقى الايمان ده ايه؟ ايمان نظري مش كده؟ يعني فكره وخلاص. يعني نقعد نقول يا سلام يا حاجه جميله خالص يا رب ان انت عملت كده، بس في الاخر الكلام ده ما يوكلش عيش. لو انا اؤمن ان في حاجه اسمها القيامه من الاموات وان المسيح قام، طب ازاي انا يجي في يوم من الايام ويجي لي ياس وان انا مفيش فايده فيا وان انا مش هتصلح عمري؟ الكلام ده يمشي ازاي؟ لو انا اؤمن بالقيامه معنى كده انا عندي رجاء ان ربنا يقدر يصلحني في اي يوم، يقدر يقيمني من موت الخطيه في اي وقت، وهفضل اجاهد لان انا اؤمن ان الله قام والله قادر يقومني من الموت. احنا نؤمن ان في حاجة اسمها قديسين، والقديسين دول ليهم شفاعة. ايه علاقتي بالقديسين؟ هل مجرد هم بس كبري عشان طلباتي تجاب، ولا هو انا حاجة ببص عليها وتعلم منها؟ صور القديسين في البيت، يا ترى ولادنا عارفين سير القديسين
يعرفوا مين ده ومين ده، ولا مجرد بس ده اللي بيعمل معجزات وده اللي بيعمل كذا وده اللي بيسوي كذا. العقيدة لازم تتعاش، وإلا تبقى عقيدة ميتة. لو أنا أؤمن إن الله صالح، لو أنا سألتك كده الله صالح تؤمن بكده؟ أقولك أنا أؤمن إن الله صالح. طب لما الله صالح بنتزمر عليه ليه؟ لما ربنا صالح وحكيم وعارفه بيعمل ايه، امال طول النهار بنقعد نقول انا مش عارف ربنا عمل كده ليه، انا مش عارف ليه ربنا من دون الناس كلها مستقصدنا انا. طب الرساله دي لما بتروح لابنك عارف هو بيفهمها ازاي؟ ان ربنا مش صالح، يا اما مش صالح يا اما مش حكيم. يعني هو ربنا طيب بس مش عارف هو بيعمل ايه، جت معاك انت وربنا يعني مره واحده كده بقى مش عارف بالظبط يدبرك ازاي. يبقى اول دور من أدوار البيت اللي هو زي الكنيسة إن هو يحفظ الإيمان، عنده عقيدة فهمها معتز بيها فخور بيها، وتاني حاجة عقيدة عايشها ووصلها لأولاده. نراجع بقى، إحنا قلنا إيه أول حاجة في أدوار الكنيسة هي إيه؟ حفظ الإيمان. تاني حاجة العبادة. تالت حاجة كرازة. رابع حاجة الرعاية. نخش على النقطة التانية بقى، حتة العبادة. عمركم شفتوا كنيسة مفيش فيها قداسات؟ في كنيسة مفيش فيها مناسبات وأعياد ولقان و... يبقى البيت لو خالي من العبادة أصبح إيه؟ مبقاش كنيسة خلاص. هي كده، البيت لو مفيش عبادة أصبح مكان مفيش فيه حضور لربنا. عشان كده نقعد نتكلم على قصة إيه؟ مذبح العائلي، مسكن الله مع الناس. بص أقولك حاجة، هتعمل ربنا حتة في بيتك، ربنا هيعمل لك حاجة كبيرة في بيته. مش هتضيفه عندك، هو يضيفك عنده ليه؟ قول لي انت نفهمها كده. ربنا له مكان، فلما بنطلع له هو عارفنا كويس. عارفنا ليه؟ لأنه كان عايش معانا. المسيح له مكان في حتة في البيت هنا بتاعته. زمان لما كنا في مصر في يوستن الدنيا واسع شوية معا. وبرضو لسه مش لاقيين مكان لربنا. دي قطة العيال ودي قطة ماما ودي قطة تيتا ودي قطة مش عارف مين. بس احنا الحقيقة مش عارفين حتة المسبح بتاع ربنا ده، مش عارفين نحطه فين. هي الموضوع مش موضوع مش لاقيين نحطه فين، موضوع ان انا مش شايف له فايد. هعمل مسبح وفي الاخر اعمل بيه ايه يعني؟ انا لو شاعر بحضور المسيح في بيتي، لو انا مقدر حضوره في بيتي، لو انا فاهم ان بيتي ده كنيسة وبدون حضور ربنا فيها ما بقتش كنيسة، لو انا فاهم كده مش ممكن بيتنا يخلو من مسبح عائلي. المسبح ده الناس بتروح تتقابل فيه مع المسيح كل يوم، والابن يكبر والابنة تكبر شايفين بابا وماما طول النهار معدين على الحتة دي، يقف في المكان ده، مكان كده ظريف حلو جميل فيه ترابيزة صغيرة زي كده. الحته دي كده لوحدها ممكن تبقى مسبح في البيت. ترابيزه صغيره عليها شمعه وجنبيها انجيل واجبيه وفيها ايقونه. ماما على طول هنا، بابا هنا. المكان ده مكان بيتقابلوا فيه مع المسيح، رايحين جايين عليه. مفيش يوم يعدي الا لما اعدي في المكان ده واقدم فيه التسبيح اللائق. الصوم جه، الصوم ده معمول لمين؟ معمول لينا. فاحنا بنشترك فيه ككنيسه صغيره. شوفوا بقى لما الصوم يجي ونقعد بقى اصل مش عارف ده كان في الاخر يحصل ايه؟ الولاد يكبروا بفكر ان الكنيسه حاجه والبيت حاجه. احنا في البيت هنا عندنا نظام بتاعنا، احنا بنمشين احنا على المزاج. في المزاج ده يحصل ايه بقى؟ خلاص ما بقتش كنيسه، بقى كل واحد على زي ما هو يستهويه. يعني وفي قاعده حوالين الانجيل، يبقى كل واحد كده بيقوم بدوره صح. الكاهن اللي في بتاع البيت، الاب اللي بيدعو الناس للصلاة، تعالوا يا جماعة نصلي، يلا يا جماعة عشان نقعد مع الإنجيل. في وقت من ولادنا صغيرين بنقول لهم دلوقتي دي الساعة اللي بنقعد فيها ونسمع الإنجيل بتاع ربنا. يبقى البيت أصبح فعلا كنيسة كده لأن فيه عبادة. الأب والأم صحيين على صلوات ولادهم وعلى اعترافاتهم. آخر مرة اعترفت إمتى؟ أحيانا كتير قوي تلاقي مثلا إيه، الأم تنزعج جدا إن ابنها خارج الصبح من غير ما يفطر. ازاي ما تفطرش وخناقه عشان يصحى بدري؟ طب خد السندوتش ده، طب مش عارف يعمل، طب كل دي، طب خد دي. ليه بقى؟
ان اليوم طويل والولد لحسن يحصل له حاجه في المدرسه النهارده لو خرج من غير اكل. طب وايه رايك لو الولد خرج من غير صلاه؟ وايه رايك لو نام من غير صلاه؟ طب ما احنا بنربي ايه بقى؟ بنربي اجساد، والروح بتاعته فين في الاخر؟ تلاقي الجسد عمال يكبر 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 والروح منكمشه، ما خدتش غذاها، ما حدش اضطرب ولا حد زعل ان ما فيش حد بيصلي. هنا بقى لو الاب والام صحيين صحيح، انت صليت حبيب، انت قريت الانجيل النهارده، وحتى لو يوم عدى اليوم اللي وراه وبعدين احنا مكسلين ليه؟ من غير قمع ومن غير خناق، بس فعلا بفرح ان احنا البيت ده احنا ضيوف على صاحبه، وصاحبه المسيح. ده اسمه العباده اللي بتاعت البيت، المسبح. نراجع تاني، احنا قلنا عشان البيت يبقى كنيسه لازم يبقى له دور الكنيسه، ودور الكنيسه اربع حاجات. اول حاجه، تاني حاجة الكرازة. يعني ايه البيت يبقى بيت كارز؟ مش مقصود البيت كارز ان حضرتك او حضرتك او العيال يخرجوا بيافطة كاتبها انا مسيحي ويمشي في الشارع ويخبط على البيوت ويقول لهم تعالوا للمسيح، مش مقصود كده. يعني ايه البيت يبقى كارز؟ البيت ده يعكس صورة المسيح، يعكس العائلة المسيحية للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني ايه برضو الكلام ده؟ بصوا احباء، المفروض ان احنا كاولاد ربنا عندنا رجاء وعندنا احساس بالفرح، لان احنا جوانا المسيح مصدر الفرح كله. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك في شغلك الناس كلها بتتكلم على الدنيا اللي هتخرب، انت بقى اللي بتتكلم على اللي ربنا اللي قادر على كل شيء، وان كل حاجة هتبقى كويسة بنعمة ربنا، وان ربنا حاضر فيك رجاء وفي فرح. فالناس تسأل الراجل ده عنده فرح ازاي والدنيا كلها مكركبة، فلان ده عنده رجاء كده ليه وكل الناس بتقول ان كل حاجة ماشية وحش؟ فالإجابة ايه بقى؟ ان جواه الإله الحقيقي، ربنا بتاعه مخليه كده. دي اسمها كرازة. انا بشرت من غير ولا كلمة، انا عرفت الناس على ربنا من غير ما انا اقعد اقول لهم بقى تعالوا هاتوا لي انجيل وافتح والشغل انا اياها اللي احنا ما بنحبهاش دي بتاعت الاوتوبيسات دي. لا، احنا كارزين بحياتنا مش مجرد بالكلام. ايه تاني؟ انت كارز للمسيح فسلوكك مختلف عن اهل هذا العالم. احنا احيانا كتير قوي نقول ايه؟ ازاي الولاد ما يشاركوش في الهالوين مثلا؟ يعني كويس، نشكر ربنا ان انا باجي لكم يوم وامشي، فايه لو حد وجد نظر تانية فيعني اتخانق مع ابونا انطونيوس. يعني ايه؟ يقول لك الولاد يبقوا مختلفين هيتعقدوا. يعني ايه يتعقدوا؟ يا احباء احنا مختلفين، وي لايك ات اور نوت وي ار ديفرنت. انت ابن المسيح، وابن المسيح بالتاكيد العالم هيفرزه، مش هيعجبه اللي بيعمله، لكن ثقتك في نفسك وثقتك في المسيح اللي انت ماشي وراه بتخليك مختلف. لكن ايه بقى؟ النهارده الهالوين، نطلع في الهالوين. النهارده البروم في المدرسه الهاي سكول، ما يعني يخطر على البال ولا يخطر على البال ولا يليق بولاد ربنا، مش مشكلة نبقى شبه كل الناس. احنا كده اصبحنا ايه بقى؟ فين دورنا احنا الكرازي؟ الناس تبص كده يقولك فلان ده مختلف. انا مش بقول ان احنا الناس هيبسوا خيم ويمشوا في الشارع معقدي، بس نبقى الديسنسي المودستي بتاعتنا كولاد ربنا يعكسوا نوره، سلوكهم مختلف لان هم ولاد الملك، ولاد المسيح. انا فاكر مره كنا بنحضر كده زي يعني احتفال الكنيسه الهنديه في هيوستن، فالمايور مش المايور اكشوال مرات الجوفرنر بتاع تكساس كانت حاضره وهي بتعمل سبيتش، فبتقول انا اول مره اسمع عن الكنيسه الارثوذكسيه لما السكرتيره بتاعتي جبنا كنا عاملين حفله وبعدين بقول لها كلي معانا، فقالت لا انا مش هاكل، فقلنا لها بتاكليش ليه؟ فقالت اصل انا صايمه. فانا سالتها انت صايمه ليه؟ فقالت لي اصل انا ارثوذكسيه وإيماني كذا كذا كذا، بمنتهى البساطة والهدوء والثقة. مرات الجوفرنر بتقول إن أنا احترمتها لأن هي متمسكة باللي اتعلمته. تخيلوا بقى ده لما نقارنه مثلا لما يجي كريسمس ونحن ندي لنفسنا حل إن احنا ناكل فطاري، لأن الناس بتاكل فطاري بقى وبعدين يبقى نصوم بعدين، ده اسمه إيه ده؟ ملوش مسمى يعني كويس. لما أنا يعني زي ما الناس بتقول أنا بعمل،
لما يجي ناس يسألوني أنت صايم فأنا اتخض، لا لا صايمية لحسن يفتكروني مسلم، أكن الصيام بقى بتاع المسلمين. وإحنا كأولاد ربنا لا ما نجيبش سيرة الصيام، إحنا نتفضح بقى الكلام الصعب ده. هنا يا أحباء بقى دورنا الكرازي بيتقلص، مش قادر أتكلم. إحنا مش قادرين نتكلم في مصر مفهومة، مش قادرين نتكلم هنا كمان. حد يسألك أنت النهاردة مثلا يوم الجمعة ده واخد أجازة ليه؟ مكسوف ليه تقوله أنا رايح الكنيسة ده النهاردة الجمعة العظيمة، فيها إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ الجمعة العظيمة مش جاي يوم أجازة، ليه ما ناخدوش أجازة من أول السنة؟ ليه مثلا؟ ليه المشكلة يعني؟ بناخد أجازات كتير، النهاردة يوم ما أبوك جه ومات على وما حد يسألك تبقى مبسوط إن حد بيسألك عشان تجاوب، عشان تقول للناس ده أنا النهاردة تتكلم على الإمام بتاعي. كراستك أيضا بسلام البيت بتاعك. في قول لأحد الآباء كده يقول لك أنت احتفظ بسلام الله داخلك هتجذب إليك ألف نفس. يعني إيه؟ العالم كله مليان اضطرابات والدنيا كلها بتتخانق، بس انت حضرتك وبيتك في سلام في بيتك وسلام الله عليك كده وعلى اسرتك. فالناس لما تبص كده يقول لك فلان ده في حاجه مختلفه، فابتدوا يسالوك انت مختلف ليه؟ اشمعنى انت اللي عندك سلام في البيت؟ الناس تعرف ان انت ايمانك والهك علمك كده. الكتاب بيقول لنا ايه؟ واذ نحن عالمين مخافه الله نقنع الناس. بصوا الكرازة جاية ازاي؟ إذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. نقنع الناس بإيه؟ بمخافة ربنا اللي فينا. يقول لك فلان ده إنسان تقي، فالناس تسأل هو تقي ليه؟ بعدين يرجعوا إيمانه علمه كده، كنيسته علمته كده. أهمية عن دور الكنيسة الكبيرة، الكنيسة الأم. موضوع ان انا ابقى في الكنيسة ليا وش وبرا ليا وش تاني، ده شيء الحقيقة يتعارض مع قدسية الدور ده، ان انت كارز للمسيح. قلنا كم دور دلوقتي؟ نراجع مع بعض. احنا قلنا في اربع ادوار للكنيسة. اول حاجة حفظ الايمان، تاني حاجة العبادة، تلاتة كرازة، اربعة الرعاية. عشان تبقى كنيسة لازم تكون بتعتني بولادها. مش ممكن حد فيكم النهاردة هيكون في المستشفى بعد الشر عليكم وأبونا مش هيروح يسأل عليه. حد تعبان أبونا عايز يتقابل معاك، أبونا يقابله. حد حصل فيه حالة وفاة، أبونا بيجرى على البيت ويقعد مع الناس ويعزيه. دي اسمها رعاية، أبوة. لازم يكون ده حاصل في البيت. أحيانا إحنا بنقول إيه؟ لا إحنا ما إحنا بنعمل كده. أنتوا عارفين إحنا أحيانا بنحد دور الرعاية في فلوس والأكل. بابا بيجيب فلوس وماما بتطبخ احيانا طبعا. في الاخر يحصل ايه؟ الرعايه اللي هي المتكامله مش موجوده. بمعنى الابن عنده مشكله، البنت عندها صراع، انا عايز اتكلم مع ماما، عايز اتكلم مع بابا ويفهموني، بس ماما مش موجوده، بابا مش موجود، والناس مش فاضيه وما عندهمش دماغ. الناس عماله تجري عشان اكل العيش. في الاخر يحصل ايه؟ بيدوروا على الكلام ده فين؟ بيدوروا عليه بره. ونطلع بره ونسيب الابن والابنة انا مش دريان، لغايه بعد كده لما يجي بمصيبه، وبعد كده يبتدي البيت ينتبه، ونجري على الكنيسه الام نقول الحق يا ابونا. لما كان تحت ايدك، لما كان معاك وكان عايش في بيتك، انت كنت فين؟ رعايتك بيه من كل ناحيه ازاي؟ كل انسان محتاج للامان، ده احتياج. الرعايه ان انا اشعر الانسان ده بالامان. يا ترى البيت فيه امان ولا البيت كده على ماشي على يعني زي ما بيقولوا يعني حبل مشدود، صوت عالي وخناق والدنيا كلها قايمه. احنا مره من كام سنه كده عملنا كويشنير لاولاد ثانوي، كتبنا اسئله وقلنا لهم حدش يكتب اسمه فوق وجاوب الاسئله دي بس كده اللي انت شايفه يعني، فانت جاوب براحتك، قول اللي انت عايز تقول. لو تشوفوا الكلام اللي بعض الولاد مش كلهم كتبوه في الورق ده صدقوني تبكوا. في ولاد كتبوا ان انا عمري ما هتجوز، لان الجواز ده يعني قصه فاشله، اتنين بيكرهوا بعض قوي فقرروا ينتقموا من بعض ان هم يعيشوا مع بعض في نفس البيت، هو ده الجواز بالنسبه للولد ده والبنت. واحد يقول لك انا كان نفسي يكون ابويا وامي مش هم دول. واحد يكتب ولا واحده تكتب مش عارفين
يقول لك انا مستني الدقيقه بس اللي انا اخلص فيها الهاي سكول عشان اطلع اروح ابعد جامعه عن البيت ده. هنا ايه الرسائل دي كلها بتقول ايه؟ رغم ان الولد ده مش ناقصه حاجه، بياكل ويشرب ولابس هدوم وعنده عربيه، اللي احنا متخيلين ان هو دورنا الوحيد كاسره الرعايه ان هو كده. يقول لك ده انا بجيب له كل حاجه، مش هي دي الرعايه؟ الرعايه اكبر من كده واعظم من كده وابعد من كده. كل انسان محتاج يشبع عاطفيا ونفسيا روحيا. مكان شبعه فين؟ في البيت، قبل ما يدور على الشبع الشارع بره. كل انسان محتاج جزء من رعايتك انك تعمل له حدود. انتوا عارفه لقوا حاجه، ده بحث جميل قوي، ان الطفل الصغير لو انت سبته معره يبكي. ليه؟ عارفين ليه؟ لان احساسه بالمحبه ان هو لما بيلبس حد بيحده. تلاحظوا دلوقتي الامهات تلاقي الطفل ده ايه رابطينه رابطه كده بالظبط كده، اكنه يعني ايه اكنه في بطن امه، صح؟ واحيانا تلاقي الطفل متعلق في رقبه امه كده وهي لفاه لفه كده. ليه؟ عارفين معناها ايه دي؟ ان في حدود، والحدود بتخليه ان هو يحس بالامان، في حد بيخاف عليه. حتى لو ابنك قاعد يقول لك انا مش بحب تقول لي تعالى امتى وروح فين والكلام زي كده، من جواه خالص هو بيقدر ان انت بتقول له لا، وانك بتحط له حدود. وحتى لو شكله اتقمص منك يعني، عارف انك بتحبه وان انت بتعمل كده عشان بتحافظ عليه. ده احتياج. انتوا عارفين حاجه؟ الولاد اللي هم بابا وماما بيقولوش لا خالص، واللي هم عايزينه بياخدوه، اكتر اولاد متذمرين على اهاليهم، اكتر ولد يكبر مش شاعر بقيمه الاب والام. حاجه غريبه قوي. وتلاقوا الولد ولا البنت اللي اتربى في بيت بيقول اه ولا او نقدر وما نقدرش وينفع وما ينفعش، يكبر يقدر اهله. احنا كلنا دايما نفتكر اهالينا، نقول لك ده بابا زمان في مصر كان لما يزعق لما كان يعمل، ونحبهم ونقدرهم. عارفين ليه؟ لان احنا كنا محتاجين الحدود الصح والغلط. لما بنسيب الدنيا بقى تحت بند الايه، نخلينا سبور ولارج ونشبه المجتمع، ده يطلع الابن ناقم. في رعاية ما اتعملتش معايا، كان نفسي حد يعلمني يقول لي دي حدودك علشان احس ان انا فعلا محبوب وفي حد بيهتم. جزء من الرعاية ان يبقى فيه مثل وقدوة. انت بتعلمه عن الاخلاق، بتعلمها له ازاي؟ بتعلمه على انه يبقى يحب الناس يحترمهم، بتعلمها له ازاي؟ اوعى تفتكر ابنك بيتعلم الدرس اللي انت بتقوله بلسانك، لا لا لا، ده اخره فين؟ اخرتها فين؟ في ودان، يخش منه ويطلع من هنا. في الاخر هو بيقلدك. علم الحكايه دي منين؟ ها؟ ارجع على نفسك. رعاية للناس اللي موجودين من كنيسة دلوقتي في الدور، أربع حاجات لازم تكون بتعمل بقى. للنقطة الثانية، احنا قلنا الكنيسة عشان تبقى كنيسة المجتمع بتاعها يبقى له صفات. الصفات يعني ايه؟ حاجه اسمها الدور. لما يعني بنيجي هنا بنلاقي ابونا بيقف في المسبح، ابونا بيصلي، دي اسمها القداس. تاني حاجة ان في لغة مجتمع حاجة الكنيسة بطال كنيسة ويتعفف يزو ان الناس المفروض فيها بتتكلم كلام يميز جمع كمان. لو المحبه خرجت بره الكنيسه ما بقتش كنيسه، حتى لو احنا ادعينا
كنيسة ما بقتش كنيسة. المجتمع بتاعها في نوع من الخضوع، في ترتيب بنخضع ليه. ابونا سلطان قانوني، يعني ما سمحتش كلام دخل السجن نخضع ليه؟ للمسيح بالكنيسة. فبيميز الكنيسة المجتمع الكنسي حتة الوحدانية. ايه اللي مشترك بيننا كلنا النهاردة؟ يعني ايه؟ لو سألت كل واحد فيكم هنا انت جاي منين؟ اللي هيقولك جاي من اسكندرية، واللي جاي من اسوان، واللي جاي من دمياط، واللي جاي مش عارف من الشرقية ومن الغربية، اللي الباك جراوند بتاعه هو مثلا كان جاي من أسرة كانوا بيشتغلوا مثلا حاجة حرفية أو حاجة فيها بروفيشنال. إيه اللي مجمعنا النهاردة؟ المسيح هو اللي خلانا كلنا نبقى جسد واحد. عشان كده البيت أو الكنيسة لازم بقى فيه وحدانية. آخر حاجة بتميز الكنيسة حتة أو القداسة. ببيتك يا رب تليق القداسة. لو القداسة خرجت بره الكنيسة ما بقتش الكنيسة كنيسة. نفس الصفات دي اللي بتميز الكنيسة بتميز البيت، أو المفروض تميز البيت. هنحفظهم، هم ست. احنا قلنا في الكرازة في الدور في كم دور؟ في كم دور؟ أربعة. في كم صفة للمجتمع؟ ست. هقولهم وتقولوا معايا. أول حاجة اللغة، تاني حاجة الدور، تمام، تالت حاجة المحبة، أربعة الخضوع، خمسة الوحدانية، ستة القداسة. أقولهم تاني، أنا مش همشي غير لما تحفظوا. يعني لو عايزين تروحوا النهاردة فأقولوا وراي لغاية ما تحفظوا. أول حاجة اللغة، تاني حاجة الدور، تالت حاجة محبة، أربعة خضوع، خمسة الوحدانية، ستة قداسة. قولهم لوحدكم بقى. واحد اللغة، تاني الدور، تلاتة محبة، أربعة خضوع، خمسة وحدانية، ستة قداسة. يبقى في كم دور للكنيسة؟ أربعة. في كم صفة للمجتمع الكنسي؟ ست. أربعة نيجي أول حاجة لغة البيت، اللغة اللي احنا بتكلمها مع بعض. لغتك تظهرك. يعني ايه؟ انت بتقول ايه في البيت؟ لو حطينا كاميرا في البيت والكاميرا دي يعني ليك انت محدش هيشوفها، وقعدنا شغلنا الكاميرا دي بتصور كلام الناس اللي في البيت لمدة 24 ساعة، وبعد كده عرضنا الحاجة دي وقعدنا نتفرج عليها كلنا الأب والأم والعيال، يا ترى هنشعر بإيه لما نتفرج على الفيلم ده؟ الفيلم ده هيبقى عامل ازاي؟ فيلم ترفيهي ولا فيلم رعب ولا فيلم ريتد آر عشان الكلام اللي بيتقال اللي فيه، ولا الكلام اللي بيتقال كلام يليق بالقديسين، كلام مخجلش من اي حد ممكن يشوف الفيلم ده؟ لان احنا ما بنقولش حاجه تغضب ربنا، كل كلمه بتتقال محسوبه، حتى واحنا زعلانين، حتى واحنا متضايقين، حتى لو في حد زعلان من حد، حتى لو اب بيوبخ ابنه، الكلام اللي بيقوله كلام يليق بالكنيسه. تخيلوا بعد الشر، يعني لو ناس في الكنيسه اتنين قاموا وشتموا بعض والدنيا مشيت كده وبقى ده العادي، تفتكروا المسيح يفضل قاعد في الكنيسه؟ مش ممكن. هيقعد يحضر في مكان أصبح فيه كلام كده غير لائق؟ لا أكيد لا. لو أنت عايز المسيح يقعد في بيتك، خد بالك من اللي أنت بتقوله. شو اثنين أو ثلاثة اجتمعوا باسمي فأنا وسطهم، حضرتك أنت وزوجتك رائع، فالمسيح جه وقعد، الولد تعالى يا كده بتقال في المجتمع ده كل كلمة بطلق. بنعامل بعض ولا في كلام زي السيف؟ الناس في كلام في احترام في تقدير للناس، ولا يعني ممكن انده لابني كده اقول لا انا بهزر وانده كده تعالى يا كذا كان بقى، وقول لا ده انا هو هزر معاك تقول له كلمه ما تليقش شتيمه ازاي يعني؟ وبعد كده نقول الكنيسه ابونا بينده على عيل يقول له تعالى يا
كلنا أما الزنا وكل النجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بالقديسين. مفهومة دي شوفوا وراها بقى، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق. القباحة والسفاهة والهزل، الكلام الفارغ اللي هو ما يليقش بينا، اللي احنا أحيانا بنعتبره فاني ونضحك عليه. ده أحيانا زمان كان يمكن كان يجي مثلا أب يقول لابنه إيه، تعال حبيبي اشتم أنكل، حاجة لطيفة يعني، الولد صغير بعد 3 سنين كده فتعلم إنه يشتم أنكل، حاجة تضحك، حاجة تحزن، حاجة تزعل قلب المسيح وتخرجه برا البيت. إحنا قلنا أول حاجة بتوصف المكان اللغة بتاعته اللي بيتقال فيه. تاني حاجة قلنا اللغة، تاني حاجة إيه؟ نسينا. لا أب، الدور. الدور يعني إيه؟ كل واحد له دور، عشان كده له حقوق وعليه واجبات، مش كده؟ وليك حقوق، وبالتالي هو ولا يتخدم؟ ردوا علي، يخدم ولا يتخدم؟ يخدم. يبقى الزوج لما يدخل البيت المفروض بيدور على ايه؟ يخدم ولا يتخدم؟ عشان يبقى هو الرأس ودوره مظبوط، يبقى بيعمل ايه؟ يخدم، صح؟ لكن لما يخش بقى هو سيادته والدنيا كلها لازم تترتب من حواليه، وانا جاي تعبان ومش عايز حد يكلم، بقى الناس اللي يعمل له حاجة واللي ده دور مين بقى ده؟ لا ده في حاجة غلط كده، ده انت بقى بقيت دلوقتي الرأس بس بطريقة العالم. في العالم الرأس لا بتاعه. الأولاد لهم دور، يخضعوا الأب والأم، واجبات بقى والحقوق، واجبات الناس يعني كده. فأبونا سيدات النهاردة ما فيش فيها عدل، أصبح المكان ده مش كنيسة، ما حصلش الكلام ده. طب الكلام ده بيتطبق في البيت إزاي؟ أحيانا الواحد يدي لنفسه دور مش بتاعه، أو يدي لنفسه حقوق مش بتاعته ويحرم الآخرين منها. المفروض في البيت في تساوي، والناس كلها حقوقها وواجباتها متساوية. أديكم مثال بيحصل عملي يعني. ماما جاية تزور، ماما دي مامة الزوج أو الزوجة. ماما تيجي تقعد معانا 2 3 سنين 3 ونعملها جرين كارد ونقعدها على رأسنا من فوق. هايل، مش حاجة غلط من كده. لكن مامتك لا 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 لا، مامتك معقولة ده كلام ده؟ هيقعدوا معانا 3 أشهر وإحنا فاضيين؟ مش أنت اديت لنفسك الحق ده؟ ازاي تتحرم منه مراتك؟ انا عايز اكلم مصر، اتكلم زي ما انا عايز، لكن لما انت تتكلمي الكارت خلصنا الكارت ابو $5، ايه فين الاحساس بالمسؤوليه؟ الفلوس اللي بتضيع. طب اشمعنى؟ لا لا، اصل هي مش مسؤوله في الفلوس، لكن انت مسؤول، فانت تعمل اللي انت عايزه. الكلام ده اسمه ايه؟ اي حاجه غير ان البيت بقى كنيسه، يعني سميه زي ما تسميه بقى، بس في الاخر اصبح فيه احساس بايه؟ احساس بعدم العدل، وبالتالي في رفض، ويبقى من جوه في غليان، والشخص بقى اللي حاسس بالظلم ده نفسه يفرقع في وش التاني، بس مش قادر، ما بقتش كنيسه. الناس لازم يبقى ليها حقوق متساويه، عليها واجبات واضحه،
أنا واجبي ناحية البيت كذا، عندي دور والدور ده أنا بلعبه صح. للأسف الأدوار دلوقتي بقى فيه تنزلات في الأدوار. يعني إيه؟ المفروض دور الزوج الرأس ده أنه هو كاهن البيت، فالزوج يسيب شغلانة الكنيسة دي كلها على الزوجة. أنت بقى إيه؟ صلي بالعيال وبتاع، أنا ببقى تعبان، بابا تعالى صلي معاك. طب هبص على حاجة في الكمبيوتر هنا وبقاك، وبابا ما بيجيش خالص، يعني هو الكمبيوتر هو اللي واخده بس. أنا مرة أحب بنت عندها 9 سنين جت تعترف معايا وبتقول لي كده، تقول لي بابا فاكر لما يجي يخش البيت ويقعد على الكنبة واتفرج على الكمبيوتر كده ان هو كده بقى بابا. دي بنت عندها 9 سنين. طبعا هي بتقول الكلمة فبتقولها بتضحك، انا من جوايا كانت زي ما بتقول بالظبط كده، زي ما يكون يعني بتقطعني بالسكين. بنت شايفة باباها فاكر نفسه بابا لان هو بيشتغل وبعدين يجي يقعد على الكمبيوتر، مش فاضلنا. الدور اتلخبط، الدنيا ما بقتش مظبوطة. الاب تخلى عن دور، احيانا الام تتخلى عن دورها برضه. الأم متخيلة أن كل دورها أن هي بتعمل اللاندري وبتطبخ، لا ده مش دورك الوحيد، ده جزء من الدور بتاعك. يبقى إحنا قلنا أول حاجة بتميز المجتمع، قلنا أول حاجة إيه؟ اللغة. تاني حاجة الدور. أنتوا نمتوا ليه؟ طيب أول حاجة اللغة، تاني حاجة الدور، تالت حاجة المحبة. كنيسة ما فيهاش محبة قلتها أحسن. مجتمع كنسي، الناس مش بتحب بعض، مش حاسه ببعض، المسيح مش حاضر فيه. باختصار كده ومن غير تزويق ومن غير ما نقعد نقول اصل وفصل ومعلش، لا هي كده نفس الوضع برضه، نفس الشكل. بيت ما فيهوش محبه ازاي ربنا يحضر فيه؟ ازاي يعني؟ والمحبه اللي في البيت دي بتاخد اكتر من صوره، تاخد صوره ان الانسان يعرف يدي، يضحي، يتعب، يخدم، يبذل. كل دي اشكال من المحبه. المحبة بتاعت البيت محبة كل واحد عارف التاني ايه اللي بيبسطه. يعني ايه؟ انا لو بحبك اعمل اللي يريحك مش اللي على مزاجي. يعني ايه؟ كل واحد فينا اسم لغة، عنده لغة محبة، ممكن لغة المحبة بتاع الشخص ده ان انا اجيب له هدية، ده اللي بيبسطه. ممكن الشخص التاني ده لغة المحبة بتاعته ان انا اطبطب عليه كده واخده في حضني فيحس انه محبوب، فده اللي يفرحه. في واحد تاني لما تعمل له خدمة في البيت هي دي لغة المحبة بتاعته. المفروض المحبة اللي في البيت محبة عاقلة. يعني ايه؟ انا بحبك بطريقتك مش بحبك على مزاجي. مثال، زوج متخيل انه بيحب مراته قوي قوي عشان راح جاب لها هدية غالية في عيد الثورة مثلا، لا يعني في الفالنتاين مثلا، جاب لها هدية غالية كويس، بس لما قالت له بأسأل على بابا في التليفون عشان عيان، لا بابا ايه اللي أسأل عليه ده؟ وهو كان بيسأل عليا فيه. هي عندها خد الهدية بتاعتك دي وارجع بيها المحل ورجعها وفر القرشين وكلم مثلا عيلتي في التليفون، او خليني ان انا اكلمهم واسأل عليهم، او انا حد تعبان وعايز اروح اقعد معاه، انت اديني فرصة ان انا اعمل كده. هي دي المحبة، انا عايزة بس كده. انت لو عملتها يبقى انت وصلت محبة للشخص. كل واحد عنده لغة محبة. البيت فيه محبة، والمحبة بطريقتك، بأسلوبك، باللي يريحك. أنا عارف إيه اللي يفرحك وفهمه كويس قوي، وبالتالي أنا عشان بحبك أنا بعملهولك وبساعدك إن أنت توصل للحاجة دي. المحبة أيضا محبة عاقلة. يعني إيه؟ يعني فيها تسامي، فيها إحساس بالآخر. أحيانا الزوجين طبعا جزء من المحبة بتاعتهم هي العلاقة الخاصة اللي بينهم. افرض حد تعبان ولا بتضايق ولا عنده مشكلة ولا النهاردة، اعطاء المسافة بين الزوجين، انا الشخص ده اسمح له ان هو يبقى تعبان مش عايز يتكلم، ده محبة. مبقاش بس اللي انا عايزه او اللي انا طلع في دماغي او النهاردة خلاص الموضوع كده، يعني خلاص ما انت مش بتحبين اهو، انت مش بتحبين. محبة تبقى فيها عقل وفيها تسامي وفيها كده احساس بالاخر. قلنا كام صفة دلوقتي؟ قربنا نخلص. أول حاجة لغة، تاني حاجة دور، تالت حاجة محبة، رابع حاجة الخضوع. المفروض ما يبقاش في تنافس في الكنيسة. المفروض ليه؟ لأن أعضاء جسدك مش بتتخانق مع بعضها مين اللي يعمل الشغلانة. عمرك حصل كده أنك لقيت إيدك بتمتد على حاجة فرجلك راح تشيطة إيدك عشان تعمل الشغلانة دي؟ تحصل صح؟
فلما بتحصل في الكنيسة بتبقى حاجة شاذة ومش المفروض تحصل. البيت ما فيهوش تنافس، البيت فيه خضوع. طبعا المفروض بالزوجة بتخضع لزوجها. احيانا بيبقى بعض الازواج ما يحفظوش في الانجيل غير آية واحدة بس، ايها النساء اخضعنا رجالكن كما للرب، بس دي الآية الوحيدة اللي هو حافظها، وداخل خارج يقولها، وابونا جه يقول له مش الكنيسة بتقول كذا، يا ابونا تعالى ده مش بتمشي على كلام بولس الرسول، وانا ما اعرفش اي حاجة تاني في الانجيل. عشان يبقى فيه خضوع سهل لازم يبقى فيه ايه على الناحية التانية؟ في محبة باذلة، في قيادة عادلة، وفي رؤية عاقلة. انسان عادل سهل قوي مراته تخضع، انسان محب بيبذل سهل جدا اللي ماشي ورا يسمع كلامه، انسان عاقل، عاقل يعني ايه؟ عارف ورايح فين. لكن واحد ماشي مثلا ولا واحدة ماشي بيخبط في الحيط طول النهار، يعني خناقات وحوادث مشاكل، فيقول لك الناس تمشي وراك، تمشي وراك ازاي بس؟ مش عارف انت رايح فين. الخضوع سهل جدا لما يبقى الشخص اللي هو المفروض بيقود البيت عارف هو بيعمل ايه، محب، قائد عادل، وانسان عنده رؤيه عاقله، فالانسان الناس تخضع ليه، ولاده تخضع له بسهوله، مفيش صراع. الزوجه مش بتحاول تاخد مكان زوجها، مش صح ان ده يحصل، ان الزوجه تقول لك اصل انا شخصيتي قويه فانا اللي همشي البيت، مش كده. الناس بتخضع لبعضها، بتخضع لربنا من غير خناق، ولادنا بيخضعوا لنا من غير تسلط. سهل انك تمشي ابنك بالصوت العالي، بس وريني هتعمل معاه ايه لما يبقى عنده 16 سنه بقى، هيبقى انت صوتك عالي وهو صوته اعلى منك، ده مش خضوع، ده قهر. يبقى احنا قلنا كام حاجه في غد دلوقتي في الاضواء في الـ في الـ في, في صفات المجتمع؟ اربعه، نقولهم تاني. اول حاجه اللغه، اثنين الدور، ثلاثه محبه، اربعه خضوع، خامس حاجة اللي بيميز البيت ككنيسة الوحدانية. الوحدانية يا جماعة بتحصل أول مرة فين؟ في سر الزيجة، الروح القدس بيحل على الزوجين ويخليهم واحد. الوحدانية دي هاي مينتنانس، هاي مينتنانس يعني إيه؟ يعني لازم تشتغل جامد قوي عشان تحتفظ بيها. لو أنت قعدت كده متخيل أنك عشان عايش مع واحدة في البيت أو أنت عايشة مع واحد في البيت فالوحدانية حصل أوتوماتيك، لا مش هو ده اللي حصل. هاي مينتنانس يعني ايه؟ يعني بنشتغل عشان نبقيها. كل مره بنقف نصلي مع بعض الوحدانيه دي تتاصل، طول ما الصلاه دي غايبه الوحدانيه دي بتبتدي تتفك. كل مره بنخش نتناول مع بعض الوحدانيه دي بتتاصل، كل مره بنقعد نتكلم مع بعض، بنشترك في عمل مع بعض، بنسمع بعض الوحدانيه دي بتتاصل. الوحدانيه غير كده بقى حاجات كتير قوي تكسرها، زي ايه؟ ما بنصليش، ما بنتكلمش، ما بنسمعش بعض، كلامنا كله بره. يعني ايه؟ الزوج اعز صديق له بره البيت، والزوجه اعز صديق عندها هي حد بره البيت او مامتها، لكن في البيت لا، انا اتكلم مع جوزي غير ايه؟ هات، لا ما فيش، ازاي ما فيش، طب ده بس، لا ده مش كلام يؤدي الى وحدانيه، مش هو ده بس اللي بيتقال. الوحدانيه ممكن تتكسر لما يخش حد بين الزوجين، ايا كان شكل الحد ده، الزوج عنده الصديق في الشغل او واحده ابتدت تقرب منه فابتدى يتكلم معاها، تنشرخ بقى الوحدانيه بينه وبين مراته، او العكس، الزوجه في حد في الشغل عنده مشاكل فهي بتحلها له فابتدى يتكلمها على مشاكله العائليه وتتكلم على مشاكلها العائليه، ايه اللي يحصل؟ انا بقيت ارتاح هنا، الوحدانيه ابتدت تتشرخ في البيت. لازم الوحدانيه دي الواحد صاحلها، والا تضيع تتكسر بمنتهى السهوله. الوحدانيه تفضل بالتسامح، الناس لما تعرف تسامح بعضها الوحدانيه تفضل. لو بنشيل وبنخزن وعاملين لبعض فايلات بقى، يعني انت ايه هتفتح بقى موضوع اجيب لك بقى من ايام الخطوبه لما دخلت علينا اول مره وانت جايب معاك كده هديه بثلاثه ساق، ولولا بابا راجل طيب وكريم ما كانش الجوازه دي عمرها كانت كم خناقه بعد 30 سنه جواز جبت فيها سيره ايام الخطوبه لما انت دخلت بكيس اليوسفان كده الوحدانية تتشرخ بقى كده، ما ينفعش ان احنا الناس تعرف تكمل مع بعضها. يبقى احنا قلنا كم صفة؟ خمسة. خلاص ربنا اول حاجة مفيش فيها قداسة، مش ممكن،
البيت نفس الحكايه برضه، ببيتك يا رب تليق القداسه. قداسه يعني ايه يا احبائي؟ قداسه يعني المكان ده مكرس للمسيح بتاع ربنا. الكنيسه ما ينفعش حد يخش هنا في الصاله دي او في الحته دي الايل ده ويلعب كوره. ليه؟ هو لعب الكوره حرام؟ لا مش حرام، بس ما يليقش في الكنيسه. في البيت في حاجات تتعارض مع القداسه، بيت فيه عباده وفي كلام حلو وفي ناس تحترم بعضها. اللي بيجي على التلفزيون ده اسال نفسك، مش لو المسيح قاعد، لو ابونا قاعد في البيت هيتفرج معاك على الحكايه دي؟ لو الاجابه لا هنبقى مكسوفين وهنغير القناه، يبقى احنا ما نتفرجش عليها لان المسيح قاعد في البيت. باختصار كده، التليفون عليه ايه؟ الايباد ده ولا الوات ايفر اي وات ايفر الحاجات الجديده دي عليه ايه بالظبط؟ ولادنا بيشوفوا ايه؟ الاوضه المقفوله دي وراها ايه؟ بيحصل ايه لما بيقعد لوحدك ولا بتقعدي لوحدك ولا الطفل بيقعد لوحده ولا الشاب بيقعد لوحده؟ مفيش حاجه اسمها انا اصل فيه خصوصيه وهو قاعد قافل على نفسه الاوضه، مفيش حاجه اسمها كده. البيت ده مكان مقدس، ما يتقالش وما يتعملش فيه حاجه ما تلاقيش في المسيح. اما تطلع بيتك يبقى اعمل انت عايزه، لكن طول ما انت في البيت ده، بيتي ده بيت المسيح. فبالتالي حبيبي كلنا مشتركين مع بعض ان المكان ده له احترام. باختصار كده ومن غير ما نكتر فيها الكلام. الكلام بتاع ايه بقى؟ لا يتفرج في البيت احسن عشان اصل هو هيطلع بره يشوف زي بالظبط كده. طب ما نعرض على التلفزيون هنا حاجات بقى افلام اي كلام وخلاص، ونقول ما نتفرج عليها في الكنيسه احسن عشان يبقى هو خد عليها هنا عشان لما يطلع بره يبقى مجهز. ده كلام ملوش اي مرجعيه انجليه، ده كلام يا احباء منتهى الجهل. هنقول كده على الاقل امام الله، لو طلع ابنك في يوم من الايام بره دور على حاجه وحشه، لما توقف قدام ربنا تقول يا رب البيت كان بيت مقدس، ما سمحتش فيه بحاجه تهين كرامتك. بعد كده هو عمل ايه؟ كل واحد ذنبه على راسه، لكن بالبيت تليق القداسه. قداسه ايضا في شكل الناس ولبسهم وطريقتهم واسلوبهم والمكان اللي يروح فيه. ما ينفعش ان احنا يبقى لينا وشين يوم الاحد الصبح في الكنيسه، يوم السبت بالليل كنت سهران في مكان ما يليقش. ما تنفعش كده. الكلام ده يعني حد يقبل على ابونا ان انت تشوفه مثلا قاعد في بار مثلا؟ ولا تنفعش، ما تستحملهاش. ليه؟ طب انت مالك وماله؟ لا ده ابونا، ده بتاع ربنا، ما عملش كده. طب وانت مش بتاع ربنا؟ هو ابونا اتدهن بالميرون وانت ما اتدهنتش بيه؟ ببيتك يا رب تليق القداسه. احنا بنقول ايه لما ابونا يصلي اشيط الاجتماعات؟ بيوت صلاه، بيوت طهاره، ثالث واحده ايه؟ بيوت بركة. عارفين تعملين زي ايه؟ زي السلم. لما بنطلع سلم الصلاة، سلم الطهارة، بيحل علينا بركة ربنا. بس كده. بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. طهارة يعني قداسة، مكان مقدس، البيت له حرمة، له احترام، له تقديس. يبقى احنا النهاردة لما نسمع كلمة الكنيسة التي في بيتك نفتكر حاجة، عشان يبقى البيت كنيسة لازم له دور والمجتمع بتاعه له صفات. نقولهم مع بعض آخر مرة بقى ونختم على كده. دور الكنيسة إيه؟ أربع حاجات. أول حاجة حفظ الإيمان، تاني حاجة العبادة، ثلاثة كرازة، أربعة الرعاية. عشان يبقى البيت كنيسة لازم يبقى له صفات. الصفات الستة اللي هم إيه؟ واحد اللغة، تاني حاجة الدور، ثلاثة حبة، أربعة خضوع، خمسة وحدانية، ستة قداسة. ربنا يعطينا جميعا يبقى بيوتنا بيوت يسكن فيها المسيح ويحل بنعمته وبركته عليه. له كل مجد وأكرام وسجود من الآن وإلى الأبد. زي ما قلت لكم تيجوا تسمعوا عظة منمقة منظمة تطلعوا حافظينها، بس مش مهم الحفظ، المهم الإيه؟ اللي